إمتى ندعي في وقت الإفطار؟ هل الدعاء يكون قبل الإفطار ولا يكون بعد الإفطار؟ أولا الدعاء لابد أن يكون في كل وقت، لازم يكون لنا ورد كده يوميا أن ندعو الله سبحانه تبارك وتعالى. وربنا قال لنا: وإذا سألك عبادي عني قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبعدين في أوقات مهمة جدا في أوقات الدعاء، قبل المغرب لازم نركز قوي، يكون الناس منتبهة جدا قبل المغرب. الوقت ده ما بين العصر والمغرب وقت ترجى فيه بركة الدعاء، إنسان يبقى منكسر وذليل لله سبحانه تبارك وتعالى، فالوقت ده ترجى فيه بركات الدعاء. لكن في دعاء الإفطار اللي هو أول ما المغرب يأذن بتاخد التمر بتاعك بتفطر عليه، بسم الله تفطر، وبعدين تقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. في وقت تالت مهم جدا وهو وقت السحر اللي هو قبل الفجر بساعة، في وقت التنزل الإلهي، ربنا بيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترزق فأرزقه، هل من تائب فأتوب عليه، إلى أن يطلع الفجر. ففي رمضان إياك أن تغفل عن هذه الأوقات الشريفة. ربنا يتقبلنا يا رب العالمين.